رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب خلق الحصار المفروض على بلدة الحضر في جبل الشيخ وفاجأ أهاليها بزيارة استقبل في خلالها من قبل مشايخها ومقاتليها بالترحاب والثناء على مواقفه وتأكيدهم على الوقوف خلف الجيش العربي السوري والدولة السورية ورفض المشاريع الإسرائيلية. والتقى وهاب مسؤولي المحاور في البلدة والمقاتلين. وهذه الحياة اللي نحن فيها هي تحت الخطر في عمقه العروبي. وأهلا وسهلا فيك.